Over the past 5 months, the Rafic Hariri University Hospital, the largest public hospital in Lebanon and which is at the forefront of the COVID-19 response, and also the largest provider of access of care to refugees in Lebanon, have been receiving support from the IMC, International Medical Corps, in the form of supplies, medications, and others. Those have been extremely important because they have allowed us to continue with our mission, providing access to the vulnerable and needy. Especially in a time where, because of the financial crisis in Lebanon and because of the devaluation, the hospital has not been able to procure all of these supplies and medications on its own. وقت صار إعلان أول حالة كورونا بلبنان بشباط 2020 بدأت الهيئة الطبية الدولية بالاستجابة لهذا الوباء على عدة مستويات. المستوى الأول هو دعم المستشفيات اللي عم تتصدى لهذا الوباء وفي طليعتها مستشفى رفيق حريري الجامعي هذا الدعم هو مكون من تقديم مستلزمات الوقاية الشخصية والمستلزمات الطبية اللي بتأمن استمرار التصدي للوباء وسلامة العاملين الصحيين مثل ما كلكم تعرفوا بلشنا بهالتلقيح لنا تقريبا حيصير شهر بس نحن اكيد ما فينا نكمل بلا دعم من مساعدات مهمه من الهيئه الطبيه الدوليه الاي ام سي اللي عم تساعدنا بمعدات طبيه حتى نقدر نعطي هالطعم نساعد العالم بالتطعيم بهالحمله كفريق طبي هون عم يشتغل مع مرضى بهيدي الخطوره من وراء هيدا الفيروس كثير مهم لنا ندربه مزبوط كيف يستعملهم لهيدي الالبسه الوقائيه لان بالتالي نحن بهمنا سلامته اذا هو كان بخير حيقدر يشتغل بطريقه صحيحه مع المرضى انا بوجود البي بي ايز اللي هني بحسهم مثل الدرع لإلي انا على طول بحس حالي بامان ماشي الحال انا كممرضه بعدني لهلا بشكر الله اني ما انصبت بالكورونا لانه انا عن جد كنت عم بلبس هود الالبس الواقي اللي هني مفروض وضروري يتامنوا لي وعم يتامنوا لي بطريقه عم بخلوني انا محميه وعم بخلوني عم يمنعوا الخوف اللي عندي حتى نفس الشيء عم يمنعوا الخوف عند المريض